صبا، بعد هذه التطورات المتسارعة فيما يتعلق بملف إيران النووي، يمكن الآن أن نجمل المشهد فيما يتعلق برد إيران بثلاث خطوات. الخطوة الأولى تمثلت بوقف عمل كاميرتين في رسالة واضحة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديدا، التي انتقدت طهران سلوكها وتقرير مديرها العام رافائيل جروسي، ووصفت تحركات الوكالة بأنها مسيسة وأنها تأتي تحت ضغوط من تل أبيب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تمثلت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وتسريع إنتاج هذه الأجهزة. تم تركيب هذه الأجهزة بحسب بعض وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة في منشأة نطنز المحصنة، أي تحت الأرض. هذه السلاسل التي تم تركيبها، وهما سلسلتان على ما يبدو، هي من أجهزة الطرد IR-6, IR-4, IR-2M، وهي من أحدث أجهزة الطرد الإيرانية. هذه الرسالة ليست فقط إلى الوكالة نفسها، لأنه تم إعلام الوكالة بطبيعة الحال في إطار التزام إيران كما تقول بالضوابط التي تحكم العلاقة بينها وبين الوكالة، ولكن أيضا هي رسالة للأطراف الغربية المنخرطة تحديدا في مفاوضات فيينا، لأن القلق الأكبر لدى الدول المنخرطة في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي هو رفع نسب التخصيب، زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وكل ما يتعلق بتفاصيل تقنية من برنامج إيران النووي. الخطوة الثالثة تمثلت بما أعلنه وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بأن إيران قدمت قبل يومين مقترحات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بمفاوضات فيينا والخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه مفاوضات فيينا. هذه المقترحات هي ترجيح كما قال حسين أمير عبد اللهيان لخيار الدبلوماسية، لأن الآن الأمر يبدو أمام مفترق طرق بحسب تعبير عبد اللهيان، إما مزيد من التصعيد، وهذا يعني أن إيران قد تتخذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق ببرنامجها النووي، إجراءات تقنية، أو الترجيح للخيار الدبلوماسي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وربما وفق قواعد ليست جديدة وإنما أوراق جديدة ربما اكتسبها كل طرف من خلال ما مرره عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من خلال إجراءات اتخذها كما فعلت إيران. إضافة إلى كل هذا، يبدو أن هناك اهتمام إيراني بالرد على التصريحات الإسرائيلية، على الخطوات الإسرائيلية تحديدا. لذلك لاحظنا خلال اليومين الماضيين تحديدا اهتمام في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بما يحدث من أحداث أمنية داخل الأراضي المحتلة في إسرائيل، وبعض الحوادث التي تحدث في شمال العراق تحديدا. ليلة أمس تم تسليط الضوء بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام الإيرانية على تحليق لطائرات واستهدافات صاروخية جرت في أربيل، وقيل بأن بعض المستهدفين فيها يتبعون للموساد الإسرائيلي. على صعيد آخر، هناك اهتمام إيراني أيضا بتحركات دبلوماسية بين طهران وواشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي وإنعاش المفاوضات المتعثرة في فيينا، وتحديدا الدور القطري في هذا الموضوع. تم تسليط الضوء بشكل كبير في وسائل الإعلام الإيرانية على زيارة وزير الخارجية القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقاءه مع نظيره الأمريكي، واللقاء الذي جرى أيضا مع مبعوث أمريكا للشؤون الإيرانية روبرت مالي. شكرا لك حازم كلاس من طهران.